انا جايب لكم النهارده مكنه صنع الزبادي. تعمل بقى يا باشا زبادي براحتك في البيت، بدل ما تنزل بقى تشتري بقى زبادي بلدي او زبادي اللي هو المعلب العادي، لا يا باشا تعمل الزبادي بتاعك في البيت بالطعم اللي انت عايزه وبالسمك اللي انت عايزه. فتعالوا بقى نفتح المكنه بتاعه الزبادي دي ونشوف طريقتها عامله ازاي وبتعمل الزبادي ازاي وسعرها ايه والنظام بتاعها ايه كده. هل تشتريها في ايه؟ هل تشتريها ولا ما تشتريهاش؟ يلا بينا. مكنه الزبادي دي بتعمل 8 كوبايات زبادي، وهنشوف بقى يعني هي تكلفتها كده يعني بتوفر في الزبادي، يعني انا لو جبت 8 زبادي هيبقى بنفس السعر ولا ان انا اعمله هنا وخلاص. تعالوا نفتحها ونشوفها. طبعا في اول حاجه طبعا الكتالوج بتاعها، ورقه الضمان بتاعتها، والمكنه ذات نفسها. ايه يابا في ايه يابا؟ والعلبه دي مش عايزين نرميها لان احنا بنحافظ على البيئه، بنحافظ على نظافة البيت، بنحافظ على نظافة الأوضة اللي أنا قاعد فيها. طيب دي كده المكنة. هي معرفش ما حط لها باسورد ولا إيه، في إيه؟ ارمي ده كده ورا. أنا مش فاهم في إيه يا صاحبي، في إيه يا صاحبي مالك؟ ارمي دول كده ورا. نرجع بقى كده كل حاجة مكانها. ده كده شكل المكنة. أنا مش فاهم طبعًا أي حاجة، معرفش إيه برضو اللي تحت ده. وهنا اللمبة والكوبايات، يعني لسه هنشوف الحوار ده. ده طبعا الكتالوج، نسيبه كده على جنب، يمكن نحتاجه. لا ده ما يترميش، ده نخليه هنا كده على جنب، ونسيب كده المكنة دي كده على جنب كده خالص، ونفتح الكتالوج بتاعها ونشوف. بيديك هنا وصفات بقى انك تعمل زبادي، في زبادي سادة، زبادي المضاف اليه النكهات، زبادي بنكهة الفواكه المعلبة، وفي زبادي بنكهة المربى او الجيلي، وزبادي بنكهة القهوة او الشوكولاتة. جامد قوي ده. احنا ممكن النهارده نعمل زبادي عادي جدا، زبادي اللي هو البلدي العادي جدا، ولو لقيت في تفاعل على الفيديو ده نعمل مثلا زبادي بقى، اذا كان مثلا زبادي بالمربى او الجيلي او زبادي بنكهة القهوة او الشوكولاتة او زبادي بنكهة الفواكه. يعني هنختار بقى، انتوا اكتبوا لي بقى تحت في كومنت عايزين نعمل زبادي بطعم ايه. هو هنا بيقول لك ان انت بتجيب كيلو لبن اللي هو العادي، اللي هو اللبن اللي هو البلدي ده، وبتغليه، وبعد كده بتسيبه يبرد خالص لحد ما يبقى دافي كده، وتجيب علبه زبادي اللي هي البلدي برده، وتدوبها مع شويه لبن، وبعد كده تحطهم مع اللبن اللي هو الكيلو، تفضل تقلب جامد لحد كده ما كلهم كده يتماسكوا كده في بعض. بعد كده تشيل الغطيان البيضة اللي هي بتاعت الكوبايات دي، وتصب الكوبايات بتاعتك. بعد ما تصب الكوبايات او بعد ما تصب الزبادي يعني، بعد كده بتقفل بقى عليه ده، بس طبعا ما بتحطش الغطيان اللي هي دي يعني، وبتسيبه من 8 ل 10 ساعات. وهي بس الحته دي انا مش فاهمها، لان هو هنا في الكتالوج بيقول لك من 8 ل 10 ساعات، وانا لما جيت شفت فيديوهات عليها كان بيقول 4 ساعات بس، فاحنا هنسيبها كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. وبتعمل لك 8 كوبايات عادي جدا. تمام ماشي. انا كده اللي انا فهمته ان انت محتاج كيلو لبن ومحتاج علبه زبادي. هنشوف في الاخر حوار التكلفه ده، ونشوف ايه يعني ايه الاوفر، ان انا اعمل الزبادي في البيت او ان انا اشتري زبادي جاهز. فتعالوا النهارده نجرب المكنه الجامده دي. طبعا انا جبت هنا كيلو لبن وغليته اللي هو دافي يعني، فاهمني، وجبت الزبادي اللي هو البلدي العادي جدا ده. طيب المفروض ان انا بفتح الزبادي، احطه مثلا في اي حاجه اعرف اضرب فيها. جينا حطينا كده اهو زبادي هنا، اصب بقى عليه شويه لبن عشان اعرف اضرب كويس. وهجيب المضرب ده، انا ما اعرفش لسه هيكون اصلا بقى الفيديو بتاع المضرب ده جه ولا لسه يعني، بس ايه، لو نزلت الفيديو ده قبل ما انزل الفيديو بتاع الزبادي هبقى انزل لكم برده فيديو عنه، لان المضرب ده جامد قوي. نضرب بقى كده بقى الزبادي مع اللبن لحد ما يبقى قوام كريمي كده. بنطرطش. يا نهار اسود، اصل يعني والله العظيم عارف، والله العظيم عارف. هكمل بقى الفيديو كده بقى. ماشي. بوظنا نفسنا بالزبادي واللبن. فوق بقى هنرجع الزبادي ده تاني هنا. المفروض كده برده هنفضل برده نقلب شويه كده لحد كده برده ما نتاكد ان الزبادي داب كده مع اللبن. وكده اتاكدنا ان الزبادي واللبن دابوا خالص بقى. انا والله مش عارف اجيب لك ازاي، بس احنا كده اصلا يعتبر خلاص خلصنا. هصب بس اللبن في حاجه بس تكون كده فيها بوزي انا عشان اعرف اصب كويس، عشان ما فيش حاجه تتدلدق اكتر ما احنا ما اتدلدقنا اصلا. بالراحه بقى كده. وبعد كده بتجيب المكنه. المفروض بيقول ان انت بتفتح الغطيان دي، المفروض ده كده بيبقى شكلها. المفروض بتصب بقى اللبن اللي هو معمول بالزبادي. تعالوا نصب كده واحد واحد. ادي كده اول واحد، تاني واحد، تالت واحد، رابع واحد، خامس واحد، سادس واحد، سابع واحد، والاخير وتامن كوبايه زبادي. والمفروض بقى ان انت جاي تقفل بقى الغطا ده كده عليه، وتاكد ان هو اتقفل كويس. ودي المفروض انت بتجيبها بقى عند الساعه اللي انت عملت فيها الزبادي عشان تحسب 8 ساعات من بعد ما انت حطيته. فاحنا عايزين نعرف دلوقتي الساعه كام. الساعه دلوقتي يقول 10، فاحنا عايزين نخليها عند رقم 10. هي عادي يعني ملهاش لازمه، بس يعني عشان تخليك بس تعرف انت عملت الزبادي الساعه كام عشان تبدا تحسب. فاحنا كده خليناها كده عند 10، ونبدا نحط الفيشه ونشوف
الدنيا هتمشي ازاي. انا جينا حطيت الفيشه وهي نورت كده من تحت هنا اهي. فوق بقى نسيبها مش عارف بقى نسيبها 8 ساعات ولا 4 ساعات، بس انا هحاول مثلا كده ايه اسيبها 8 ساعات ونشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي، ويعني هتعمل بقى الزبادي في قد ايه. يلا بينا. ورجعنا. انا كده سبتها امبارح الساعه يعني 10 زي ما انا ما كنت هنا عاملها، ودي بقى فايده البتاعه دي. ونمت وصحيت الصبح الساعه 8، شلتهم وحطيتهم في الثلاجه يسقعوا بس كده شويه، وغطيتهم بالغطيان دي ورجعت تاني. فتعالوا نشوف هل هي عملت الزبادي فعلا ولا اي كلام. كده المفروض 2 4 6 8 8 علب زبادي. تعالوا ناخد كده واحد عشوائي ونشيل الباقي على جنب. تمام. هي معلمة اظن كده ان كوبايه زي دي يعني اكبر سيكه من الكوبايه اللي هي بتاعت الزبادي البلدي، يعني هي اكبر منها بشويه. يعني عايزين نقيم بقى المكنه دي على قوام الزبادي ذات نفسه والطعم بتاع الزبادي. انا شايف ان القوام بتاع الزبادي حلو جدا لحد دلوقتي، يعني هو زبادي نفس القوام بتاع الزبادي بالسايب يعني كده من نفسه، والقوام ماسك نفسه كده كويس جدا. تعالوا ندوها. بسم الله. ايه ده؟ يعني مش عارف والله اقول لكم ايه، هو طعمه احلى من الزبادي البلدي اصلا. ده مفروض زبادي ساده يعني مش اللي هو مش متضاف عليه اي حاجه، بس لو هنقارنه بالزبادي البلدي اللي هو اللي احنا بنجيبه البلدي عادي، انا شايف ان ده احسن بكتير، معمول في البيت واوفر. انا نسيت نفسي اصلا وخلصته. صباح الفل. هي كان فكره حرفيا كيلو لبن وعلبه زبادي الاثنين اصلا ب 20 جنيه بالظبط، عمل لي 8 كوبايات زبادي. فاكيد طبعا المكنه دي طبعا هتبقى اوفر في ان انت تجيب كل مره علبه زبادي، مثلا ما اعرفش دلوقتي علبه زبادي بقت ب 5 جنيه ولا بكام، فانت هتعمل 8 ب 20 جنيه بس ككيلو لبن عادي وعلبه زبادي. وكمان المره الجايه لما اجي اعمل زبادي مش محتاج ان انا اجيب علبه زبادي، لا انا ممكن اخد بس علبه من العلب اللي هي بتاعت الزبادي اللي انا عاملها جاهزه دي، واحط عليها اللبن على طول واعمل الزبادي بتاع المره الجايه. فطبعا ادي طبعا المكنه دي 10 من 10. في بقى شويه حاجات المفروض في المكنه يعني دي حاجات مهمه لازم نخلي بالنا منها. ده هو ملاحظه مهمه جدا، ينبغي ان يظل جهاز صانع الزبادي ثابتا اثناء عمليه صنع الزبادي، لا تحركه ولا تنزعه من اي كوب. يعني هو بيتعمل حاول تسيبه كده براحته ولا تهزه، او مثلا تشيل مثلا الغطاء اللي فوق ده او تفتح الزبادي تشوفه عشان يعني يبدا القوام يبقى متماسك. ولا تحتفظ بالزبادي في الثلاجه لمده 8 او 10 ايام، يعني ما ينفعش تاخد علبه زبادي دي تحطها بقى مثلا في الثلاجه لمده 8 او 10 ايام عشان هيبوظ. لا تضع صانع الزبادي في الثلاجه نهائيا، يعني ما تحطش البتاعه دي كده في الثلاجه نهائي خالص. استخدم هذا الجهاز للغرض الذي صنع من اجله وهو صنع الزبادي. ما تقفلمش بقى مكنه صنع زبادي بتعمل زبادي، ما لقاكش بكره بتحمر لي عليها بطاطس. يعني دي شويه حاجات انا قلت لازم اقول لكم عليها لو انت تشتروها. هحاول لو انا لقيت مثلا ليها مكان بيتباع فيها عشان انا مشتريها من امازون، لو لقيت مثلا مكان ارخص ممكن اكتب لكم تحت في الكومنت او احط لكم اللينك تحت. لو ما لقيتهاش ادخل اكتب على امازون او جوميا او نون مكنه صنع الزبادي، هتلاقي منها اشكال والوان، هتلاقي نفس الشكل ده. فالمكنه دي كده خدت معايا 10 من 10. لو الفيديو ده بقى لقيت عليه تفاعل كبير، بص يا زميلي بقى هنا عندنا ايه، الزبادي مضاف اليه النكهات بعد صنعه، والزبادي بنكهه الفواكه المعلبه، وعندك الزبادي بنكهه المربى او الجيلي، وزبادي بنكهه القهوه والشوكولاته. بص يا زميلي بقى الكتاب ده نخليه معانا بالوصفات بكل حاجه، كل ما الاقي فيه تفاعل اكتر كل ما هتلاقي يا باشا عملت لك زبادي بالبطاطس، يعني ما عنديش اي مشكله والله. زبادي بالبطاطس بقى، زبادي بالمانجا، زبادي يا لهوي، هنفضل بقى كده من هنا للسنه الجايه. فبس كده، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل لمليون في اقرب وقت. لو في اي مكنه جت في بالك او جت قدامك وعايز نجربها اكتب لي تحت في الكومنت ونشتري المكنه دي ونجربها. وقول لي لو انت عندك مكنه صنع زبادي ايه رايك فيها وهل شغاله معاك ولا لا. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.